هذا نموذج لممارسات الميليشيات أو لنقل الأنظمة القمعية والفاشية التي لا تعير الجوانب الإنسانية أي اعتبار وتضرب بها عرض الحائط. هذه الممارسات تحدث لأن كما ذكرت لك، لأن لديهم اشتباه بكل شيء وبكل شخص، كل مواطن هو عرضة للاشتباه بالنسبة لهم، وهم يعلمون أن جميع الناس يرفضون سيطرتهم. أقصد هذه الميليشيا تعلم أن جميع الناس يرفضون سيطرتها ونفوذها وغطرستها، ولذلك لديها توجس من كل الناس، وكل من يتم اختطافه لابد أن يتعرض لهذه الممارسات والجرائم كجزء من امتهان كرامته وامتهان إنسانيته، كعقاب له على ما تفكر أو ما تظن هذه الميليشيا بأنه قد ارتكبه في حقها أو أنه فكر في عمله تجاههم. أحد الناجين من هذه المعتقلات قال بأن من كان يمارس التعذيب عليه صرح له، يعني قال له مرة، قال له حتى لو كنت بريئا ولم ترتكب أي جرم بحقنا، يقصد بحق الوطن، يقصد هو بحق الميليشيات، فإنما نفعله بك نحصل عليه على ثواب من عند الله، لأننا ندافع عن الدين وندافع عن الوطن وندافع عن الولاية، هكذا قال له بصريح العبارة. وهذا هذه العقلية هي من قام بتنميتها أو قامت بتنميتها هذه الميليشيا وقادتها، وبخبرات إيرانية وبخبرات من حزب الله أيضا، ليجعلوا الجلادين وكافة أنصار الميليشيا في كافة المناطق وفي كل مكان، ليجعلوهم أدوات للقهر والتعذيب والتعسف بحق المواطنين دون أن تهتز لهم ذرة من ضمير. لديهم استعداد لارتكاب أي جريمة طالما هم يعتقدون بأنهم يخدمون أو يدافعون عن الدين وعن الوطن كما يزعمون. لذلك هذه الممارسات تبدو وكأنها طبيعية وتلقائية بالنسبة لهم، ويعتقدون بأنها تقربهم إلى الله.